وإننا نريد في هذا المقام أن نتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو عليه الصلاة والسلام قد وصف أهل هذه البلد بالإيمان، فكرموا بذلك وشرفوا به وفاقوا غيرهم من البلدان. فمن هنا نعلم أن هذه البلدة فضلها وكرمها لا يعود إلى تربة، ولا يعود إلى ثروة، ولا يعود إلى مناخ، ولا يعود إلى أحساب وأنساب، وإنما يعود إلى هذه الخصلة المباركة العظيمة التي تربطهم بالله سبحانه وتعالى. الأعمال مصداق الإيمان. خطبة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله عبد القادر بن محمد الصوملي حفظه الله تعالى، الرابع عشر من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بقاع القيضي صنعاء اليمن حرسها الله. فمن هنا نعلم أن من أراد الفضل الذي جعل لأهل هذه البلدة، وأراد الكرامة والمنزلة التي اختصهم الله جل وعلا بها، فهذا هو سبيلها وطريقها. فلا سبيل لذلك ولا طريق إلا أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن أيها المؤمنون عباد الله، وصف أهل هذا البلد بالإيمان، فهيا عباد الله إلى تحقيق الإيمان في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، حتى نكون حقا متصفين به، وحتى نكون حقا من أهله الذين ينالون تلك البركات والعطايا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فافقه هذا يا مسلم، وتعلم هذا يا مسلم. الإيمان قول باللسان، فاللسان يوحد الله سبحانه، اللسان يدعو الله وحده لا يشرك به شيئا، اللسان لا يدعو غير الله، لا يتوسل بغير الله، لا يستشفع ولا يستغيث بغير الله سبحانه. اللسان يقرأ القرآن، اللسان يذكر الله جل وعلا، اللسان يسبح ويستغفر، اللسان يتوب، اللسان يأمر بالمعروف، واللسان ينهى عن المنكر، اللسان يقول القول الطيب، اللسان ينكف ويمتنع وينحبس عن المحرمات من الأقوال، يمتنع عن أقوال الكفر والشرك، يمتنع عن الغيبة والنميمة، يمتنع عن السباب والشتام واللعان، اللسان يصمت إلا من خير. فهذا اللسان هو المؤمن. القلب متوكل على الله وواثق بالله. القلب يخاف الله في السر والعلن. القلب يخاف الله في الجهر وفي الخفاء. القلب يراقب الله عندما يظهر أو يبطن. القلب ممتلئ إنابة وحبا لله. القلب يحب الخير للناس. والله لا يؤمنك مال، ولا تؤمنك عشيرة، ولا يؤمنك أولاد، ولا يؤمنك حرس وخدم وحشم، وإنما يؤمنك الله سبحانه وتعالى. هو الذي يؤمنك ويرزقك الطمأنينة. ولذلك يا أهل اليمن حققوا الإيمان وأمنوا ولا تخافوا، فوالله لو اجتمعت على بلادنا دول الكفر كلها أنها لا تفعل شيئا في أهل الإيمان، أنها لا تفعل شيئا في أهل الإيمان، ولا يمكنهم الله من أهل الإيمان. ولكننا بحاجة إلى أن نختصف بالإيمان، إلى أن نختصف بالإيمان. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، مما هو معلوم أن الله جل وعلا أنطق نبيه عليه الصلاة والسلام بما أكرم به أهل هذا البلد المبارك من أن رزقهم الله جل وعلا الإيمان والحكمة والفقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وإننا نريد في هذا المقام أن نتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو عليه الصلاة والسلام قد وصف أهل هذه البلد بالإيمان، فكرموا بذلك وشرفوا به وفاقوا غيرهم من البلدان. فمن هنا نعلم أن هذه البلدة فضلها وكرمها لا يعود إلى تربة، ولا يعود إلى ثروة، ولا يعود إلى مناخ، ولا يعود إلى أحساب وأنساب، وإنما يعود إلى هذه الخصلة المباركة العظيمة التي تربطهم بالله سبحانه وتعالى. فلما تحقق من أهل اليمن الإيمان، وكان هذا الإيمان في قلوبهم وأقوالهم وأفعالهم، وازداد هذا الإيمان في حياتهم، فوصفوا به فكرموا وشرفوا. فمن هنا نعلم أن من أراد الفضل الذي جعل لأهل هذه البلدة، وأراد الكرامة والمنزلة التي اختصهم الله جل وعلا بها، فهذا هو سبيلها وطريقها. فلا سبيل لذلك ولا طريق إلا أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، وهذا الإيمان لا يتأتى لكل أحد، ولا يصدق في ادعائه كل أحد. فكم من مدعٍ للإيمان وليس من أهله، وكم من متصف بالإيمان وأقواله وأفعاله تنافي ذلك. لذلك الاتصاف بهذه الصفة يحتاج منا إلى تفتيش وإلى اعتناء وإلى اهتمام واجتهاد، فنفتش في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، ونزن ذلك بميزان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقر ونقبل ونستمر فيما أمر الله جل وعلا به وأذن، وننتهي ونمتنع عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لأن الإنسان قد يصف نفسه بالإيمان ويدعي لنفسه الإيمان، ولكن لا يصدق ذلك قوله، ولا يصدق ذلك فعله، ولا يصدق ذلك اعتقاده. فنخشى على أنفسنا وعلى من حاله هذا من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قد قالوا، قد ادعوا، قد انتسبوا إلى الإيمان، ولكن الله سبحانه يقول: وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. لأن أقوالهم تنافي ذلك، واعتقاداتهم تخالف ذلك، أفعالهم، جوارحهم، مداخلهم، مخارجهم، مكاسبهم، علاقاتهم تنافي الإيمان. لذلك الله جل وعلا قال: وما هم بمؤمنين. فما حالهم وما وضعهم؟ قال سبحانه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن المسألة خطيرة، والمسألة أيضا مهمة، حتى لا يبقى الإنسان يعيش في غرور الحياة وفي خداع الحياة، فيصف نفسه بالإيمان وينتسب إلى الإيمان، ولكنك تجد من أقواله وأفعاله ما ينافي ذلك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لنعلم أن المسألة ليست إلينا، وإنما هي إلى رب العالمين سبحانه. هو الذي أمر بالإيمان،
وهو الذي يعلم من يستحق الإيمان، وهو الذي يكرم من حقق الإيمان. فلذلك الأعراب لما ادعوا أنهم مؤمنون، لما ادعوا أنهم من أهل الإيمان، قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فثم أقوال، ثم أفعال، ثم أعمال، ثم ترك وفعل، لم تفعلوه فلا تستحقون به أن تكونوا من أهل الإيمان. إذن أيها المؤمنون عباد الله، وصف أهل هذا البلد بالإيمان، فهيا عباد الله إلى تحقيق الإيمان في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، حتى نكون حقا متصفين به، وحتى نكون حقا من أهله الذين ينالون تلك البركات والعطايا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي طريقا وواديا. فشبه الإيمان بالطرق والوديان والشعاب، أي أن الإيمان من أراد أن يتصف به فليسلك تلك الطرق، وليكن في تلك الأودية وفي تلك الشعاب، فلتحتويه أودية الإيمان ولتحتويه طرق الإيمان حتى يكون من أهله. ثم قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فتبين من خلال هذا الحديث أن الإيمان في القول، وأن الإيمان في الفعل، وأن الإيمان في الاعتقاد. فأما القول فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وأما الفعل فقوله إماطة الأذى عن الطريق، وأما الاعتقاد فقوله الحياء وهو في القلب شعبة من شعب الإيمان. ولذلك يقول العلماء: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فافقه هذا يا مسلم، وتعلم هذا يا مسلم. الإيمان قول باللسان، فاللسان يوحد الله سبحانه، اللسان يدعو الله وحده لا يشرك به شيئا، اللسان لا يدعو غير الله، لا يتوسل بغير الله، لا يستشفع ولا يستغيث بغير الله سبحانه. اللسان يقرأ القرآن، اللسان يذكر الله جل وعلا، اللسان يسبح ويستغفر، اللسان يتوب، اللسان يأمر بالمعروف، واللسان ينهى عن المنكر، اللسان يقول القول الطيب، اللسان ينكف ويمتنع وينحبس عن المحرمات من الأقوال، يمتنع عن أقوال الكفر والشرك، يمتنع عن الغيبة والنميمة، يمتنع عن السباب والشتام واللعان. اللسان يصمت إلا من خير. فهذا اللسان هو المؤمن، وهذا اللسان هو لسان من آمن. أما رجل يدعي وينتسب لنفسه الإيمان، ثم هو بعد ذلك لا يتحاشى من كذب، ولا من سباب وشتام ولعان، ولا من خيبة ولا من نميمة، ولا من قول جاحش وبذيء، ولا من تعرض لأعراض المسلمين بلسانه، ولا من تشبب بنساء المسلمين وغزل ومغازلة وغير ذلك، لسانه منطلق في الحرام. فأنى لهذا اللسان وهو على هذه الحال الإيمان، وهو متلبس بالمعاصي عياذا بالله. والقلب مؤمن، القلب موحد، القلب موقن ومعتقد أنه لا يعبد إلا الله، القلب ثابت على الإيمان لا يشرك بالله شيئا ولو قطع أو حرق، القلب متوكل على الله وواثق بالله، القلب يخاف الله في السر والعلن، القلب يخاف الله في الجهر وفي الخفاء، القلب يراقب الله عندما يظهر أو يبطن، القلب ممتلئ إنابة وحبا لله، القلب يحب الخير للناس. في القلب كل ما أخبر الله عن طاعات القلوب، نعم هي قد تزداد وتنقص لكنها موجودة. فالقلب فيه حياة الإيمان ونوره، وهو يوما بعد يوم يزداد إيمانا ويزداد معرفة
معرفة ويزداد نورا. هذا قلب مؤمن، هذا قلب حي مستنير، والجوارح منطلقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، الجوارح مراقبة من صاحبها، فليس ليده إذن مطلق في الحركة، وليس لعينه إذن مطلق في النظر، وليس للسانه إذن مطلق في القول، وليس عنده إهمال لما يأكله أو يشربه. هو ينظر إلى جوارحه ويضبطها، فعينه لا تنظر إلا حينما يرى أن النظر أذن الله به، فهو يتذكر ونصب عينيه قول ربه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فعينه مأسورة لديه وليس مأسورا لديها، وإذنه محبوسة عن السماع المحرم، فلا يسمح لها أن تسمع ما نهى الله عنه، فهي محبوسة عنده وليس محبوسا عندها. هو الذي يأذن لها وهي ليست هي الذي تملي عليه وتفرض عليه. وهكذا يده لا تتناول إلى ما حرم الله ولا تمتد إلى ما نهى الله عنه. قد تأتيه أموال مغريات، ولكنه يحب أن تقطع يده ولا تصل إليها. يخاف الله ويخشى الله، إيمانه حاجز، إيمانه مانع له من معصية الله سبحانه. رجله لا تخط إلى المعاصي، رجله تعرف المساجد، رجله تعرف المنافع، رجله تعرف بيت الوالدين، رجله تعرف صلة الأرحام، رجله تعرف نفع العباد، رجله لا تعرف المعاصي ولا أماكنها، لا تعرف السير في المحرمات، لا تعرف الذهاب في التعاون على الباطل، لا تعرف رجله إلا خطى. رضيها الله سبحانه لأنه يؤمن أن الأرض يوم القيامة ستشهد على كل الخطوات التي كانت عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أنطق يا أرض، فتنطق الأرض أن فلانا جلس عليها فأذن المؤذن ولم يقم للصلاة، وأن فلانا نام عليها فأذن المؤذن ولم يقم إلى الصلاة، وأن فلانا مشى عليها إلى سوق القات والمؤذن يؤذن إلى الصلاة لم يذهب إلى المسجد. ستخبر الأرض يوم القيامة أن أناسا ذهبوا عليها إلى بيوت الله، وآخرون ذهبوا إلى المقايل والمجالس. ستتحدث بهذا يوم القيامة. ولذلك هو يرقب خطواته، يرقب أفعاله، لأنها تؤثر في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يمكن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يرتفع الإيمان، هذا فعل ينافي الإيمان بالله والخوف من الله والخشية لله، هذا فعل يسوق أصحابه إلى النار لا إلى الجنة. فلذلك الإيمان غال وعزيز. إذا وقع في هذه المعصية ارتفع الإيمان، ولا تعيده إلا التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر الفعل كيف يصنع ويؤثر. ويقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومثلها لا يرتشي، ومثلها لا ينهب ويغتصب، ومثلها لا يزور ويحتال، ومثلها لا يغش حين يغش وهو مؤمن. الإيمان يمنع أصحابه، الإيمان قول وفعل. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا تظن أنها مجرد نفس وهوى، إنها إيمان، مسألة متعلقة بالإيمان. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ثم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وكررها ثلاثا لا يؤمن. ماذا صنع؟ ماذا فعل حتى ارتفع عنه الإيمان وكماله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. إذن أيها المسلم الكريم، لا بد أن نصدق الإيمان في أقوال
أقوالنا وفي أفعالنا وفي اعتقاداتنا حتى ننال خيره وحتى ننال بركاته. ولذلك الإيمان له مصداق من قولك ومصداق من فعلك. تأملوا إلى مصداق الإيمان. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم أهل الإيمان حقا. إذا ذكر الله قلوبهم توجل تخاف، أبدانهم تقشعر، يخافون من النار، يخافون من غضب الله وسخطه، يخافون من آثار الذنوب والمعاصي، قلوبهم حية ومستنيرة. إذا ذكر الله وجلت القلوب، خافت، خضعت لله وخشعت لله واستكانت بين يدي الله، لا فيها كبر ولا فيها غرور ولا فيها طول أمد ولا طول أمل. إذا ذكر الله توجل تلك القلوب. إذا ذكر بالله ذكر، إذا خوف بالله خاف، إذا نهي بالله انتهى. ليس حاله كحال ذلك الذي إذا قيل له اتق الله أخذته بالعزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله اتقى وخاف ووقف وحبس نفسه عما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. آيات الله تتلى وهم يستمعون، يحبون القرآن، يأنسون لسماع، يشتاقون إليه. فإذا تليت الآيات استمعوا، وإذا استمعوا ازدادوا إيمانا فاستنارت قلوبهم واستبشرت وارتاحت. قال: وعلى ربهم يتوكلون، ثقتهم بالله وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم أولي الإيمان، لأن هناك من يدعي الإيمان وليس بمؤمن، وهناك من يدعي الإيمان وهو مؤمن. لذلك قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في مصداق الإيمان من أفعال وأقوال العباد: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون عند الله، لا يستوي المؤمن والفاسق أبدا، لا يستوي المطيع والعاصي، نعم لا يستوي المصلي وقاطع الصلاة والمتهاون بها، لا يستوي قارئ القرآن وتاركه، لا يستوي التائب والمستغفر والمغرور والمتمني، لا يستوون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء اجترحوا السيئات وهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان يحول بين صاحبه وبين اجتراح السيئات. قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لا يمكن، ساء ما يحكمون. لا يستوي والله من هو عفيف عن المال الحرام وعن الأعراض المحرمة عليه ومن هو واقع ومتلوث بها، لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الصفة الأولى، يحب المؤمن المؤمن ويكره غير المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يغارون لدين الله ولشرع الله، يعظمون الدين، يعظمون الأحكام والشرائع والحدود. أعظم من تعظيمهم لأنفسهم ولعاداتهم وأعرافهم وأسلافهم، أعظم من تعظيمهم لما يسمونه بكرامة النفس وعزتها، يغار لدين الله نبينا صلى الله عليه وسلم. من تقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله. من تقم لنفسه؟ كان يأتيه بعض الأعراب فيتكلم معه بالجفاء والغلظة فيعذره النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه بعض الأعراب فيأخذ بردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه فيلتفت إليه ويقول: اعطني يا محمد من مال الله لا من مال أبيك وأمك،
فيضحك عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء. ثم لما جاءوا يشفعون في حد من حدود الله وفي حرمة من حرمات الله وشفع أسامة بن زيد من أحب الناس إليه، قام خطيبا على المنبر وقال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها من ذلك. ولكن يبين عليه الصلاة والسلام أن حدود الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة العظيمة المباركة. لذلك قال: الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون وثبابهم، أولئك سيرحمهم الله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما أداة حصر، أي هؤلاء هم أهل الإيمان، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم ريب ولا شك فيما أخبر الله به وفيما وعد به وفيما توعد به، ما عندهم في ذلك شك ولا ريب ولا تردد، عندهم يقين كامل وثبات عظيم. ثم قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأن لذة الإيمان أعظم من أي لذة، وفائدة الإيمان أعظم من أي فائدة. فالإيمان لما استقر في القلوب ضحوا من أجله بأموالهم وضحوا من أجله بأنفسهم. ولذلك الله سبحانه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين، من المؤمنين، ولم يقل فلانا أو علانا، لأن هذا حال الإيمان، من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فمن صفات الإيمان ومن مصداق الإيمان هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بذل النفس لمن يملكها، بذل النفس لمن يملكها، وبذل المال لمن أعطاه ومكنك منه. فهو يبذل نفسه، يبذل ماله، وهو يعلم أن ثواب الله عظيم وأن أجر الله سبحانه وتعالى كبير. لذلك كانت هذه من أحوال المؤمنين، أنهم مجاهدون في سبيل الله سبحانه، هانت عندهم الدنيا وهانت عندهم الملذات وهانت عندهم الشهوات، وقدموا أنفسهم في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله. يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، يجاهدون أعداء الله على أرض الله سبحانه وتعالى، الذين أشركوا بالله، الذين كفروا، الذين سبكوا، الذين ظلموا، الذين اعتدوا، الذين بدلوا وحرفوا في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله أخبر أنهم مؤمنون وأنهم صادقون في إيمانهم، لذلك قال: أولئك هم الصادقون. أيها المؤمنون بالله، الإيمان له مصداق في الأقوال وفي الأفعال. فإذا ما وصلنا إلى مرتبة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فحينها أبشروا بالثواب، أبشروا بالأجر العظيم. تأملوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان حينما يتواجد في حياتك وتسعى في زيادته، الله سبحانه وتعالى يعينك على قلبك ويعينك على نفسك، والله جل وعلا يرزقك الصلاح والهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهكذا تأملوا قول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، الله يخبر أنها طيبة في كل المجالات، في كل الأوقات، في كل الأحوال. الله يجعل حياة المؤمن طيبة، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان مريضا، حتى لو كان في أعين الناس ليس ذا نسب وجاه، الله يجعل حياته طيبة. ولذلك تجد أهل الإيمان في حياة طيبة مستقرة، وتجده فقير ربما لا يجد ما يأكل ونفسه منشرحة، يحمد الله، يثني على الله، يشكر الله سبحانه وتعالى. وغيره ربما يملك المليارات ويقتل نفسه وينحر نفسه، وغيره ربما يملك الأرصدة ويملك الممالك وغيرها، ولكنه يعيش من ضيق النفس وقلقها. إذا جلست بجواره كأن الدنيا كلها قد وضعت على رأسه. ما هو الذي حصل؟ إنه الإيمان بالله سبحانه. لما وجد، وجدت معه الحياة الطيبة، ولما ذهب، ذهبت معه الحياة الطيبة. ولا يمكن لأي شيء، لا يمكن لأي متعة أن تحل محل متعة الإيمان، لا يمكن لأي
لأي لذة أن تحل محل لذة الإيمان. تدخل على الرجل وهو مريض أسير الفراش محبوس الأعضاء قد أصابته الأمراض المتعصية، ربما يقضي حاجته على نفسه وفي فراشه، وتجده يذكر الله ويحمد الله ويشكر الله سبحانه، تجد نفسه منشرحة، تجد وجهه مستبشرا. ماذا عندك يا فلان من متع الدنيا وملذاتها؟ إنها متعة الإيمان بالله سبحانه. وتجد ذلك الصحيح المعافى في جسده يشكو هموما وغموما، إنها لذة الإيمان يا عباد الله، التي لا يمكن لأحد أن يعيش في هذه الحياة مسرورا إلا بها. النفس لا اكتئاب، لا وساوس، لا قلق، لا اضطراب، لا ضيق، يصلح الله البال ولو كانت الدنيا تحترق من حولك، ولو كانت الدنيا تحترق من حولك، الله يصلح بالك والله يصلح لك نفسك ويرزقها الطمأنينة. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يؤمنهم الله في نفوسهم ولو تجتمع عليهم الدنيا بما فيها. لماذا؟ لأنهم أهل إيمان وعمل صالح. هذا أمن نفسي واستقرار نفسي يرزقه الله أهل الإيمان. تأملوا أيها المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الدنيا تحترق من حول المدينة، الدنيا تحترق حول المدينة والناس يتجمعون على أهلها، فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي خافوا منهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إنه أمن الإيمان وطمأنينة الإيمان، إنها أمن من آمن بالله سبحانه وتوكل على الله ووثق به. قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا إلى يوم بدر والمشركون أضعاف أضعاف جيش المسلمين، والله يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال أبو طلحة: والله لقد سقط السيف من يدي مرتين من النعاس وهو في ساحة القتال. إنه أمن من الله سبحانه، والله لا يؤمنك مال ولا تؤمنك عشيرة ولا يؤمنك أولاد ولا يؤمنك حرس وخدم وحشم، وإنما يؤمنك الله سبحانه وتعالى، هو الذي يؤمنك ويرزقك الطمأنينة. ولذلك يا أهل اليمن حققوا الإيمان وأمنوا ولا تخافوا، فوالله لو اجتمعت على بلادنا دول الكفر كلها أنها لا تفعل شيئا في أهل الإيمان ولا يمكنهم الله من أهل الإيمان، ولكننا بحاجة إلى أن نتصف بالإيمان وأن نكون من أهله في القول والفعل والعمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سيدفع والله سيرفع والله سيخزي والله سيهزم أعداء أهل الإيمان، فاستبشروا يا أهل اليمن. ولكن ابدأوا يومكم بإيمان وأنهوه بإيمان، ابدأوه بصلاة الفجر، ابدأوه بالصلوات، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالتوبة والاستغفار، بالقيام بحقوق العباد، بالتخلص من المظالم. هكذا ابدأوا يومكم بما أمركم الله سبحانه وتعالى له، ووطنوا أنفسكم على القيام بما دعاكم الله جل وعلا إليه، وجاهدوا أنفسكم في مرضات الله سبحانه، وأمر نفسك بأن تكون موحدة، بأن تكون مصلية، صائمة، قائمة، مزكية، حاجة، مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. بع نفسك لله جل وعلا وسترى ألطاف الله وعون الله وحماية الله ودفاع الله لك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وهو الغفور الرحيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا